خلاص ختام الدورة ال55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والحقيقة كانت من أكتر الدورات نجاح وتفوق، وكانت بتنافس نفسها، بتنافس كل النسخ اللي فات، وده بالأرقام اللي بتأكد إنه كان في إقبال تاريخي وغير مسبوق، وكان في ملايين المصريين حريصين على المشاركة في المعرض، وكمان إجمالي عدد الزوار وصل ل4.5 مليون زائر، وده رقم يعني قياسي يعتبر إحنا وصلنا له زيادة عن بقية النسخ اللي فاتت. المعرض زاروا امبارح بس في يوم واحد اكتر من 300,000 زائر، واحنا على مدار الايام اللي فاتت رصدنا لحضراتكم اغلب الفعاليات ولسه مكملين لحد اخر يوم. ودلوقتي معانا تقرير مهم عن ندوه مستقبل دور مصر في القضيه الفلسطينيه اللي نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. الندوه كان فيها مناقشات مهمه جدا من الساده الحضور، هما دكتور صبحي عسيله ودكتور ضياء رشوان واللي هو محمد ابراهيم الدويري ودكتور محمد كمال. خلينا نشوف جانب من الندوة ونرجع تاني نكمل الكلام. ندوة اليوم بتؤكد بشكل واضح على الدور التاريخي والمتواصل والمستمر وكل الأساليب وكل الآليات وكل الأسس التي قامت عليها السياسة الخارجية المصرية تجاه هذه القضية الفلسطينية، أنها قضية مركزية وأنها لا يمكن أن تصفى، وأنه يجب أن تقوم دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين طبقا للمقررات الشرعية الدولية، وأنه لا تهجير للفلسطينيين ولا تصفية لها على حساب الأمن القومي المصري، وأن الأمن القومي المصري يظل خطا أحمر لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال، وأن محاولات تهجير الفلسطينيين بكل تأكيد تتعارض مع الأمن القومي المصري، وأن مصر ترفض ذلك تماما لاعتبارات تتعلق بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم واعتبارات أخرى تتعلق بالأمن القومي المصري. ومن ثم أكدت الندوة أن الرأي العام المصري يدعم تماما الموقف الرسمي، وأن هذا هناك توافق تام بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي في رفض كل ما يتم من مجازر منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة. الدور المصري في القضية الفلسطينية واشتملت على مجموعة من المحاور، أهمها المحور الرئيسي اللي كنا بنتكلم فيه هو ماذا فعلت مصر بالقضية الفلسطينية. في الحقيقة كما قلت في داخل الندوة، احنا لو قلنا في 196 دولة في العالم النهاردة، فمصر هي الدولة الأولى في العالم التي قامت بهذا الدور الفاعل في القضية الفلسطينية، ليس في هذه الأحداث فقط ولكن من قبل. احنا قمنا بدور في المصالحة الفلسطينية، قمنا دور مهم جدا في إفراج عن 1000 أسير في قضية شاليت، قمنا بدور مهم جدا في انسحاب اسرائيل من قطاع غزه في 2005، علاقتنا قويه جدا بالسلطه الفلسطينيه بالرئيس ابو مازن، علاقه مصر قويه ايضا بجميع الفصائل الفلسطينيه. لما بدات الاحداث في غزه كان هذا الامر على راس اولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احداث غزه كان لها الاولويه الاولى، اشتغلنا باكثر من مرحله، بدانا بمرحله كيف يمكن ان نحتوي الاوضاع، الامر كان صعب لان احنا بنتعامل مع حكومه اسرائيليه عمياء يمينية متطرفة لا تعرف السلام إلا على أنقاض الشعب الفلسطيني، وبالتالي كان الأمر صعب بالنسبة لنا، لكن انتقلنا لمرحلة أخرى وهي مهمة جدا وهي تثبيت الموقف المصري. طبعا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، يعني جرائم لا توصف تعدت فيها كل القيم الأخلاقية والإنسانية، يعني نعتقد أنه مثل هذه الندوات ومثل هذه اللقاءات مهمة جدا على صعيد توفير قاعدة الإسناد للشعب الفلسطيني وفضح الممارسات الإسرائيلية والجرائم الإسرائيلية مرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، أيضا تسلط الضوء على الدور المصري في القضية الفلسطينية، أعتقد أنه دور هام. لا زالت مصر هي التي تشكل حائط في صد كافة المحاولات الإسرائيلية للتهجير القسري، لا زالت مصر تشكل يعني الداعم للقضية الفلسطينية بصورة رئيسية، وأعتقد أنه يعني المطلوب أيضا أن يتم استنهاض الدور العربي وأن يكون هذا الدور باتجاه يعني تشكيل حاضنة أساسية للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة كافة الإجراءات الإسرائيلية والجرائم المرتكبة، وأن يشكل أيضا قاعدة إسناد للشعب الفلسطيني في إطار الملاحقة القضائية للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. زي ما شفتوا كده احنا بنتابع مع حضراتكم ولحد اخر لحظة، يمكن بنتكلم فاضل ساعات قليلة، فاللي عايز يلحق يقدر ينزل ويلحق، حقيقي اللي ما راحش فاته كتير. كمان شهدت قاعة فكر وإبداع في معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة لمناقشة كتاب عاصمة الخلود، حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة. الندوة كانت للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، وناقشوا كل من الكاتب الدكتور محمد الباز والمهندس عمرو عبد السميع المنسق العام للعاصمة الإدارية الجديدة. خلينا نشوف كمان التقرير ده ونرجع نتكلم.
عاصمة الخلود هو وثيقة قومية بتوثق فكرة الدولة المصرية في إنشاء عاصمة إدارية لها. الكتاب بيجاوب على كل التساؤلات المطروحة حوالين مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وبيأكد لكل المصريين من أرض الواقع أن العاصمة الإدارية مشروع لكل المصريين مش لشريحة معينة. الدولة المصرية كانت في أشد الحاجة لأن هي يكون عندها عاصمة إدارية، والموضوع تتأخر، وإحنا بالضغط اللي ضغطناه من 2016 لحد 2022 انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، إحنا لحقنا بركاب الدول المتقدمة وعوضنا 30 أو 20 سنة اللي تأخرناهم في تنفيذ هذا المشروع. الحقيقة إحنا كنا بنناقش كتاب أنا بعتبره من أهم الكتب، يعني وفي خصوصية في هذا الكتاب، هو أول كتاب يوثق بشكل كامل للعاصمة الإدارية الجديدة. يعني زميلنا الأستاذ محمد إبراهيم صحفي يمكن اشتغل معايا من 2014 في البوابة ثم في الدستور، فكنا حريصين من اللحظة الأولى أننا يعني نوثق لحظة بلحظة كل خطوة بتحصل في العاصمة الإدارية. طبعا فضلت الموضوعات دي في الصحف، في أرشيف الصحف، لحد ما قرر أنه يعمل كتاب. أنا شايف أنه أهمية هذا الكتاب الحقيقة أنه مش مجرد توثيق عادي لمشروع مهم، ولكن هو جزء من الذاكرة المصرية الأساسية. هذا المشروع لاقى يمكن هجوم كتير جدا، اعتراضات كتيرة جدا، سوء فهم ولبس كتير جدا. فأهمية الكتاب اللي هو موثق بالمعلومات اللي هو من اللحظة الأولى للعاصمة، بين فكرة الدولة وبين أن المشروع مش مشروع جديد، المشروع مشروع على قائمة الدولة المصرية منذ سنوات، وأنه كان محتاج فقط إرادة سياسية وإدارة تنفيذية قوية. الحقيقة الندوات اللي أقيمت على هامش المعرض الحقيقة كانت مهمة ومؤثرة جدا جدا، خاصة بكل الموضوعات اللي ممكن تشغل بال أي حد أو يكون بيفكر فيها. إيه رأيك يا منى؟ أنا سعيدة بالفعل الفعاليات اللي بتحصل فيها. ده مش مجرد معرض كتاب، ده اللقاء للفكر والإبداع والمثقفين والكتاب، الأطفال كبار وصغار. فكرة أنه مبارح كمان أنه يكون 300,000 أو يخطي 300، يا جماعة 300,000 ده رقم بيتقال كده، بس ده رقم كبير في يوم واحد. عمل 4.5 مليون زائر لحد دلوقتي المعرض، ولسه النهاردة آخر يوم، يعني برضو طفرة ما حصلتش في أرض المعرض. مظبوط يا منى. ويمكن كمان القضية الفلسطينية كانت الشغل الشاغل يمكن لأغلب الأجنحة وكل الندوات اللي كانت موجودة. ويمكن بشكل خاص برضو أنا عايزة أحيي جناح التنسيقية، لأن كان في حالة كده يعني نشاط وإبداع و انفتاح جميل جدا على موضوع القضية الفلسطينية وعلى مواضيع كتيرة جدا تخص الشباب وتخص صحيح. المصريين وتخص كمان حتى غير المصريين. بس انا عايز اسالكم بقى، انتوا شخصيا فاتكم كتير قوي انكم ما رحتوش، انتوا ما رحتوش ليه؟ انتوا فاتكم فعلا. امال مين اللي كان هيقدم الهوا حضرتك؟ مش كان لازم اكمل يعني غلاسه؟ يعني طب الجمعه والسبت والخميس انا كنت بصور، انت عارفه. انا قلت لهم هغلس عليكم، بس انا عارفه طبعا مقدره الظروف. وعدتي في اوفيتي. انا لما بقول كلمه دايما بتقول كلمه لازم تعملها. انا برج الثور. احنا فاتنا كتير. حقيقي انا من الناس اللي فاتها كتير برضه. وانا اقول حاجه بصراحه، انا لولا ان انا كنت عندي التزام تصوير الحلقه هناك يمكن ما كنتش الحق اروح زيكم. يعني كنت هبقى يعني انا كنت سفيرتنا هناك يعني سابق. يعني مش مش حلومكم واعاتبكم، وانا كان ممكن اعمل زيكم او اتحط في نفس الظرف يعني. بس الحقيقه فعلا اللي ما راحش السنه دي معرض الكتاب فاتوا كتير جدا جدا، فاتوا كتير من الاستفاده وعمل متعه ومن المعلومه كمان. يعني ياخدها بقى عهد على نفسه انه ان شاء الله يعوضها السنه الجايه، ويبقى برضو المعرض اكثر نجاحا. لا انا هاخد المعرض، انا هشتغل الهوا وانا اروح اعمل المعرض. سوري اتفضلي.